بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يا إخوان راح نستكمل مواضيع الإكسل. وصلنا آخر سكشن أخذناه in last lecture اللي هي إيش كان الموضوع، الهايد والأن هايد كولوم لو تتذكروا. أخذنا طبعا مجموعة من المواضيع هي التعامل، الهدف الرئيسي للإنترفيس أو الانفايرمنت مال الإكسل، واللي هي كيف تتعامل بالسلكت للسيلز. نعم، أخذنا بعض الأمور الأساسية وتحدثنا عن تيمبلتس، تحدثنا عن اللي هي نعم عن الكليب بورد وبعض الأمور البسيطة. وأخذنا أهم شيء لازم تركز عليه وهو إيش، وهو أنه عندك داتا تايب فور ذا سيل كونتينس، محتويات الخلية لها نوع، وكيف يستنتج هو لوحده أو أنت لازم توهمه مرات في كثير من المرات أنك أنت إيش تحدد له النوع اللي تتعامل معه. راح اكمل يا اخوان، في عندي ما يسمى بالتكست رابينج تكست اند ميرسل. طبعا في اخذناها المحاضره اللي فاتت، لاحظوا انه محتوى اي خليه يا اخوان محدد بالكولوم وذ. لما تعاملنا المحاضره اللي فاتت عن كولوم وذ، فعند ادخال اي نص مثلا خلينا نكتب ذا نص مثلا ذا نيم اوف ستودنتس، لاحظ انت هنا انه محتوى الخليه هذا خرج عن إطار وحدود الكولوم وذ، لكن ليس معنى ذلك أنه انتقل لخلية ثانية. لا، لاحظ أن أنا واقف في الخلية اللي عنوانها A1 وعندي يا سيد عزيز هذا محتواها، بينما اذهب إلى الخلية المجاورة لها اللي هي مين، اللي هي B Name. لاحظ أنت الآن يا سيد عزيز لما ننتقل إلى الخلية المجاورة لها فهي خالية. طيب قلنا يا سيد عزيز في هذه الحالة إذا أردت أن تحتفظ بالوذ مال الكولوم لكن على حساب الصفوف الرو، تيجي على التكست رابينج. التكست رابينج هي أنه رجال بيلتزم بحدود أو بعرض الخلية اللي هو بعرض الكولوم، لكن يستطيع إيش ينقل لك إياها على صف آخر على حساب الصفوف. لاحظ كيف لما ضغطت عليه فقام لما شاف أنه تجاوز عرض الكولوم نقلك مباشرة إلى السطر اللي بعده باحتفاظ مع إيش، بالاحتفاظ بالكولوم وذ. هذا بالنسبة للتكست رابينج، إذا تبغى تكست رابينج أو ما تبغاها. في مرات لا، أقولك لا أنا مضطر أني إيش أدمج الخلايا، أدمج الخلايا. مثلا لا، رجال ما يبغى يستخدم تكست رابينج، يبغاها بصف واحد، لكن يبغى يدمج الخلية A محتواها مع محتوى الخلية اللي بجانبها B، A1 مع B1. لاحظ أنه B1 خالية ولا مليانة؟ خالية. فأنت يا سيد العزيز بدك تقوم بأول شيء تحديد وعمل سلكت للخلايا التي تريد دمجها. مثلا واحد قال لي لا انا ابغاها كمان ندمج الخلايا اللي تحت، لاحظ كم اصبح عندي، كم خليه تريد الدمج؟ أربعة. ولاحظوا انه الدمج فقط مع الخلايا المتجاورات adjacent cells، يعني لازم تكون متجاورات، ما لازم يكون متباعدات، ما في دمج بين خلايا متباعده. الان بعد تحديد الخلايا، وطبعا تتحدد ايش الحجم اللي بدك اياه على راحتك، مثلا الان دخلت هنا عندي 8 4 ب 4 اصبح 8 خلايا. منيجي على خيارات اللي هو الميرسلز، في عندي ميرج اند سنتر. المقصود بميرج اند سنتر يعني قم بدمج الخلايا وسنتر محتوياتها، ضعه بالسنتر في وسط الخلية. لاحظ لما تيجي انت تختار هذا الخيار في الاعلى عندك يا سيد عزيز بضعها ايش، في وسط الخلية. فانت لاحظ الان بحط لك اياها في وسط الخلية. طبعا احنا في عندنا الالاينمنتس لازم يرفع لك اياها اللي هو عندك ايش في الميدل في الاعلى، لكن لاحظ انت هنا وضع لك اياها في الوسط. يعني لو كان عندك خليتين، لو نتراجع ونشوف كيف، لاحظ انت عندك خليتين وعلى فرض انه عرض احدى هذه الخلايا اوسع ما يضرك، المهم ظللنا عملنا سلكت للاثنين وجينا اختارنا على ميرج اند سنتر، فراح يجيب لك اياها في وسط هذا السنتر اللي تيجي بالوسط، لا يمين ولا يسار، لا يمين ولا يسار. هذا بالنسبه طبعا بدي ارجع انا واضلل اكثر من واحد لانه في لي هدف في الانواع الاخرى. نيجي الآن إخوان لميرج أند كروس. الميرج أند كروس بدمج لك ولكن بالاحتفاظ بالصفوف، بيحتفظ بالصفوف، يعني بدمج لك فقط مين؟ الأعمدة، لكن الصفوف تبقى محتفظ فيها. زي ما أنت شايف الآن لما ضغطت إيش سوى؟ طالع هذه الخلايا حافظ على الصفوف ولكن أزال مين؟ الأعمدة. هذا اللي مقصود فيه إيش؟ ميرج كروس. ميرج أكروس. نتراجع برضو، خلينا نشوف النوع اللي بعده. النوع اللي بعده ميرج سيلز لكن بدون اي معلش اسفين الانقطاع شباب،
في عندي الميرج سيلز ادمج ولكن بدون توسيط. يعني ايش الفرق بين الميرج اند سنتر؟ ضعها في السنتر لا يمين ولا يسار. ميرج سيلز ادمج لكن بدون توسيط، يعني ما حطها بالسنتر، اخذها على اليسار. ماشي يا شباب؟ في ظل عندنا نوع اخير ان ميرج سيلز اللي هي عكس ايش الميرج. يعني لما تعمل ميرج اند سنتر لاحظ لا جابوا يمين ولا يسار، قول له ان ميرج فيلغي لك ايش؟ يلغي لك الدمج، الغاء الدمج. هذا بالنسبه لايش؟ للميرج اوبشنز. هذه خيارات الميرج. ما هي يا اخوان صعبه؟ اللي يطبق معي راح يجدها انها تطبيقها بسيط جدا وسريع. حد عنده اي سؤال قبل ما انتقل للي بعدها؟ طبعا اذا اردت ان تضعها، هذا حط لك اياها بالسنتر، لكن اذا اردت ان تضعها في الميدل فبتختار بالالاينمنت عشان يرفع لك اياها في الاعلى فيضعها في الميدل. نعم نعم يا اخوان، ما هي اصلا في عندي الان راح يجيني اللي هي خيارات التنسيق، راح نتحدث عنها الان، اللي هي التكست فورماتنج. يا اخوان في انا واصل في سكشن 4.10 اللي هو التكست فورماتنج، وهذه اخذناهم راح امر عليهم بشكل سريع جدا. الان يا سيد عزيز لو فرضنا انه عندي انا الان هذا التيبل، طبعا شرحنا عن الميرج، خليني اتراجع شوي وازيد. هذا النيم اوف ستودنتس، هذا يا سيد عزيز العلامات في الفيزيك. بدي اعمل جدول هيك بسيط بالماث. وهذا التوتال. الان نيجي على النيم مثلا، خلينا نسمي الاسماء بالاحرف A S، على فرض ان هذه اسماء طلاب W E R، هذه اسماء طلاب وهذه علاماتهم. مثلا الفيزيك جايب 90، بغض النظر ايش العلامات. اكتب اي علامات يعني عشان تكون تابع معانا يا اخوان. الان يا اخوان بدي اقوم بعمل بعض التنسيقات لهذا التيبل، بعدين بدي استخدم لاحقا الدوال. الان لنيجي زي ما انتم عارفين يا اخوان، في عندي هنا في الاعلى في الهوم، في الهوم تاب في عندي الفونت جروب، في عندي زي ما انتم عارفين اللي هو ايش هذا الفونت تايب او الفونت نيم، يتغير الشكل. طبعا لازم تعمل سيلكت في الاول. مثلا بدي اعمل انا سيلكت للهيدر، لانه دائما يا اخوان يفضل دائما الهيدر مال التيبل زي ما انا عامل الان سيلكت يكون بلون خلفيه مميز بشكل خط مختلف بسايز مختلف. ليش يا اخوان؟ لان هذا راح يساعد معالج الاكسل على تمييز البيانات من الهيدر، بيانات التيبل اللي هي الاي الاسم ال 90 ال 88 من الهيدر اللي في الاعلى، فيستحسن. فمثلا انا اريد ان اخلي الشكل مثلا بهذا الشكل. نعم يستنتج انه هذا هيدر. غيرت اي شيء من الفورمات بساعده على استنتاج انه هيدر. وحجم الخط مثلا خلينا 14. الان يا سيد عزيز هذه عارفينهم انت ايش ايش الانكريز فون سايز او الديكريز، هذا اخذناهم، هي نفسها الفون سايز، نفسها بالفون سايز. بس هذه مضاعف، يعني انت لاحظ عندك هنا تفضل، يعني انت عندك 10 11 12 14 16 في نفسها. ممكن يجيك سؤال في الامتحان بقول لك اي من الايقونات التاليه ليس لها علاقه not responsible for change the font size، وبعطيك ايقونات اشكال ايقونات. طبعا هذه لها علاقه ولا ما لها علاقه؟ لا علاقه. وهذه لها علاقه ما تغير الفونت سايز ولا ما تغير؟ تغير. وهذه تغير. اي شيء له علاقه لا، انا حكيت سؤالي واضح. Which one of the following is not responsible for changing the font size؟ بعطيك صور ايقونات، هذه الايقونه وهذه الايقونه وهذه الايقونه، وبعطيك مثلا هذه الايقونه. ليش كبير؟ اجمل البول بس. ما فرضه ما وصلتش. ما وصلتش.
بقول لك انا بجيب لك سؤال، بجيب لك هذه الايقونه وهذه الايقونه، اربع ايقونات، اختار واحده منهم ليس لها علاقه بتغيير حجم الخط، واحده اثنتين ثلاثه مثلا، وهذه او هذه، فانت بتختار اللي ايش غير الثلاثه دول. البولد يا اخوان ما بغير الحجم، بغمق اللون بس. انا ما راح اجيب لك بولد يا شباب، يعني بضرب لك مثال بسيط، يعني انتو خلي ايش اكتف، ما لها علاقة بتغيير حجم الخط. البولد يا اخوان تخميق او تخفيف وليس تكبير. على العموم عندنا الان يا سيد العزيز عندي البولد، عشان تعمل بولد او لا. طبعا لاحظ ما في اختلاف كثير بالبولد هنا، لانه نوع الخط اصلا هو بولد، فانت بتختار خط ثاني عشان تعرف. واختصار البولد ايش؟ كنترول بي، وكنترول اي للايتاليك مائل، وكنترول يو للاندرلاين اذا اردت. اندرلاين الهدف التركيز على هذه الكلمه، يعني انت رجال مثلا كاتب بحث او شيء بدك تخلي الواحد يركز على هذه الكلمه وتحطها تحت خط، عشان نعم ممكن. او مثلا احنا بنشرح للطلاب كمبيوتر بيجينا بالاكسس، فبقول له هذا برايمري كي، بحط له خط تحت برايمري كي عشان يروح باله انه هذا برايمري كي، كمان يركز عليه. الان يا اخوان هذا بالنسبه للفونت. بنيجي لبقيه العناصر، العناصر اللي هي لون الخط. لون الخط مثلا تستطيع تختار الالوان المتاحه عندك، تستطيع انك تقول له مور كلر، واذا ما عجبك تستطيع انك تقول له كاستم كلر حتى يعطيك الوان دقتها عاليه جدا ودرجتها عاليه. طبعا هذا اللون اللي اخترته فاتح جدا ومش مبين حتى، فخليه شوي غامق. اذا يا سيد عزيز هذا في عندي الان ما يسمى طالع عنده هنا بالفيل كلر. فيل كلر امكانيه اعطاء لون للخليه، اعطاء لون للخليه. الان اعمل سلكت للخلايا اللي تبغى تعطيها لون، وتيجي تختار اللون المناسب اللي راح يكون ظاهر بهذه الصوره مثلا. لاحظ انت الان اعطيته لون اخضر فاتح، لون اخضر فاتح، لا عشان برضه يعني يميز انه هذا هيدر، وبالتالي لما تقرا البيانات تروح عينك على البيانات ما تروح عينك على الهيدر ضمن البيانات. دائما يستحسن هيك يا شباب. نعم احسنت، فانت خلاص تعرف انه السبت والاحد هذا هيدر، يعني عينك ما بتروح عليه. الان يا سيد عزيز نيجي الى ما يسمى بالبوردر. البوردرز يا اخوان اللي هو عمليه، طبعا تستطيع تلون الخلايا بالاسفل لون اخر حسب ما بدك انت، وطبعا هذا برجع لذوقك. يعني انا رجال ممكن اعتبر انه تغيير اللون يكون حريص شوي عليه حتى ما يشوه لك الجدول. طيب على العموم اخضر مش جاي كثير مع البرتقالي. نرجع لموضوعنا الان يا سيد عزيز، بدي اتحدث عن البوردرز. البوردرز يا اخوان زي ما انتم شايفين الان لما لونت خلفيه الخلايا اصبح ما في اطارات، يعني صعب انك تشوف الاطار، فبالتالي بدي اعمل انا اطار. طبعا انت لك خيارات لعمل اطار، لما تظلل المساحه تستطيع ان تختار خيارات. ايش عندك؟ عندك بوتوم بوردر، يعني بوردر بالاسفل لسبب ما في نفسك، يمكن تعامل عمليات حسابيه بدك تحط خط صح والناتج بعديها، فبتختار. لاحظ انه حط لك ايش؟ اطار بالاسفل، شايفين الخط الاسود هذا؟ او واحد قال لي والله انا ابغى بالتوب. طبعا بالتوب لانه انت الان ايش موجود؟ طالع انا واقف كنت وين؟ كنت موجود، نعم مش موجود، مش عامل سلكت، لازم تعمل سلكت وبعدين تختار توب. طبعا قد لا يظهر عندك لانه اول خليه، لكن انت لما تيجي الان تظلل مثلا وتقول له توب وراح يحط لك خط في الاعلى. اذا المساله بسيطه، هي خط في الاعلى حط لي اياه. اذا المساله ليست صعبه، بسيطه يا اخوان. خليني اشيل الخط اللي بعده. ايوه في عندي يا سيد عزيز خيارات اخرى. واحد قال لي لا بدي كل البوردر، اول بوردرز. بهذه الحاله راح ايش يسوي؟ نعم يخلي لكل الخلايا بوردرز مستقل. نعم واحد قال لي والله يا استاذ انا هذا البوردر ما عجبني يا اخي، بدي بوردر فيه ايش؟ اكشن، فيه حركات، فيه. فانت تستطيع يا سيد عزيز تختار اول بوردرز، بس كذا راح يختار لك الديفولت فونت والديفولت لاين. فكيف بدي اغيرها؟ تعال بالاسفل هنا زي ما انت شايف هنا لاين كلر اللي هو لون الخط. لون الخط مثلا ايش تبغوه؟ اخضر غامق؟ هيك راح تصير تكنيكلر، خليه اخضر غامق شوي لسه مقبول. لاحظ انت الان حددت انا ايش لونه، وتباجي على الستايل، بدك اياه بهذا الستايل؟ نعم. طب وين استاذ ما ظهر؟ ايوه حط لي قلم، انا ما ابغى، ماني فاضي اقعد ارسمه. طب والحل؟ الحل تيجي تقول له مره ثانيه اول بوردرز حتى ياخذ التنسيقات الكستمايزيشن اللي عملتها ويطبقها مباشره عليه.
فاذا انت بتروح اول شيء اذا بدك تختار فونت بتختار من اللاين كلر بعدين اللاين ستايل بعدين يا سيد عزيز بتروح بتقول له اول بوردرز. واذا اردت لسبب ما بدك اوتسايد بوردرز يعني بس اوتسايد ما تبغى انت ما ابغى بوردر للجميع بس الاوتسايد. شو الاوتسايد؟ الخارجي. احسنت. فانا باجي بقول يا سيد العزيز خلينا اقول له نو بوردر بالاول بدي الغي كل البوردرز لانه في بوردر هنا من السابق شايفين الخط الاسفل بدي الغي نو بوردر. بس اول شيء طبعا لازم تعمل سيلكت ماشي لا تنسى سيلكت بعدين نو بوردرز. الان يا سيد العزيز راح كل البوردرز نيجي الان نضل المره الثانيه ونيجي نقول له تعال بس بدي اوتسايد لسبب ما واحد بقول لك بدي اوتسايد لك اوتسايد ولا ثيك اوتسايد مثلا واحد بده ثيك اوتسايد لاحظ راح يعطي لك اطار خارجي اطار خارجي سميك فانت لك الحريه. طبعا الافضل طبعا تعمل اول بوردرز لكن في بعض الشباب بحبوا يعملوا تيبلز منسق تنسيق اجمل وبالتالي قد لا يحتاج الى عمل بوردرز انسايد. طبعا زي ما قلت لك قبل ما تختار بتحدد هنا التنسيقات اللي بدك اياها. اذا اردت يا اخوان وانت فاضي اشغال تبغى ايش ترسم انت درو بوردر وبتصير انت ترسم الان هذا بوردر هذا بوردر هذا بوردر وهكذا. هذا اللي فاضي اشغال او اللي يبغى يعني ينسق بتنسيق معين. خليني اتراجع. في عندي كمان خيار اخر في عندي نعم دراو بوردر جريد المقصود فيها هنا بسيطة ابسط من دراو بوردر. دراو بوردر بترسم لك خط خط بينما انت ايش دراو بوردر جريد بس ارسم حدد المربع شايف كيف او المستطيل هو راح يرسم لك اياه الجريد كامل. هذا بالنسبة لايش لدرو بوردر جريد. البقية الريز هذه ما طبعا معروفة الريز بوردر ايش معناها امحي الاطار توقف عند الاطار وتمحي تمحي تبغى تمحي الجميع امحي ها ظلل كذا وامحي ظلل كذا وامحي. ما في اداة استخدمناها كلير كلير ايش موجودة عندنا اللي اخذناه احنا برضو الريز ريز بوردر نفسه نفس التسميه. على ما اعمل اسكيب حتى يرجع عندك بدل او يخرج من مود الاريزين. طيب الان يا اخوان هذه بسيطه جدا. الان نيجي على السيل ستايلز زي ما عودتنا مايكروسوفت يا اخوان انه في عندنا ستايلز جاهزه حتى توفر علي الوقت. فانا رجال بمجرد ما ادخل لاحظ انت عندك هنا في عندك هنا بالخلية أنا واقف عند خلية واحدة لاحظ أنت بتيجي هنا عند ستايلز جروب في عندك سيل ستايلز لاحظ في عندك خلايا تنسيقات خلايا جاهزة مباشرة ما في عندك غير أنك تستخدمها. وهذه التنسيقات يا إخوان قد تحوي كثير من الأمور الثانية زي ما أنت شايف الآن يستحسن دائما شاب الهيدينج بدي أعرفه هيدينج وهنا موجود برضو هيدينج نفس الشيء عشان ايش تستخدمه في اشياء اخرى زي ما اخذنا بالتعريفات السابقه في الوورد لما عرفنا هيدنج الهايبر لينك لما قلت له انتقل في ذا بليس ان ذس دوكيومنت اعطاني الهيدنجز اللي كنت بعرفها. فمش بس تنسيقات ممكن يعطيك تعريفات لاشياء لينك سيل فبتختار يا اخوان اللي هو التنسيقات اللي بدك اياها. طبعا تستطيع انك تعمل نيو سيل ستايل ستايل خاص بك نعم وتسميه باسمك باسم اللي بدك اياه وبعدين تختار فورمات وتقوم الان باجراء التنسيقات. طبعا يا اخوان زي النمبر ايش تنسيقاته زي الالاينمنت سيل فونت البوردر ايش شكله ايش اللون البوردر بدك اياه بهذا اللون الباترن مثلا بدك اياه بهذا اللون الباترن ستايل خليه سوليد احسن المور افكتس. فهذا ستايل انت سميته مثلا ايمن وهذا التنسيقات مالته. لاحظ انه التنسيقات ليست فقط في الشكل زي ما قلت لك وانما حتى في المحتوى النمبر والالاينمنتس والبودي يعني مش يعني النمبر حتى الفورمات هذا بالنمبر تستطيع تحدد انت فورمات من عندك. مثلا انا ما ابغى الديسمال يكون ايش اثنين بدي اياه يكون ايش صفر ما يكون في عندي خانة عشرية مثلا. طبعا لاحظ ان انا واقف عند هذه الخلية وبالتالي لما اكتب هذا العدد لازم يحول لي اياه لما اختار الستايل مين اللي اضفته وين الستايل هذا ايمن لاحظوا خلى لي اياه من 2.3 بالعشرة الى 2 بسبب ايش الستايل اللي انا انشأته وحطيت بالمواصفاته انه يتعامل مع النمبر بدون اي خانة عشرية
ايش عندك المحتار فيها؟ ها ايش محيرك يا اللي امامي؟ ايش اسمك؟ اي احمد، في عندك اشي مشكله؟ ايوه عارضها كامله. ايوه يا شباب عارضها كامله ما يضر يا اخوان. الانتر يا اخوان اذا عرض لك اياها بصوره كامله، في عندك سهم بالاسفل وبتختار نيو ستايل، نيو سيل ستايل، ما هي صعبه يعني. على العموم انا اللي بهمني تعرفوه يا اخوان انه انت ليس فقط يعني بتحدد ستايل كامل للسل، وانما ايضا اعدادات اخرى كالقيمه المحتوى اذا كانت رقم عددي. تفضل. فانا رجال ما ابغى العشري، ما تبغى العشري خلاص اعمل ستايل وحدد، بحيث انك بس تقول له انه هذه الخلايا من نوع هذا الستايل سيزال عشري. زي ما الان 90 مثلا جايب 90.5، جايب هنا 87.3، لاحظ هنا ما شال لي اياها. لكن لما اجي اقول له انه هذول من ستايل اسمه مثلا ايمن وانا شلت، لاحظ شلت على طول شال لي. ايوه شال الديسيمال بوينتس. ماشي، اختار اي ستايل بدك اياه. فاعدادات اخرى تتعلق بالستايلز. الان يا اخوان بدي ابدا في زبده الاكسل. هذا كله اللي اخذناه مر علينا سابقا لانه تيبل ستايل واخذناه وشيب ستايل. الشيء الجديد الان بدنا نبدا الان فعليا في اللي هي الفورميولا. يا شباب عندنا اليوم استخدام الحقيقي للاكسل. احنا بنستخدم الاكسل يا اخوان للعمليات الحسابيه وكتابه المعادلات واجراء الحسابات. بدنا نقوم الان باجراء عمليات حسابيه. كيف الان بدي افهم انه الاكسل او امره باجراء عمليه حسابيه؟ طبعا بدي اروح انا على الالاينمنت، اعذروني، بدي اجيبهم كلهم في السنتر وبدي اجيب لهم في الميدل. ليش جبتهم في الميدل؟ اذا كان الارتفاع اعلى. الان لاحظوا يا اخوان انا هنا الطالب اللي اسمه ايه بدي اجمع علاماته، بدي اوجد المجموع. الان ركز معي، راح ابدا من اقل معلومه عندك في الاكسل وانا عارف انه بتعلموها. بدي ابدا اجمع هذه العلامات. تخيل نفسك ماسك اله حاسبه، ماسك اله حاسبه بدك تجمع هذه العلامات. شو بدك تجمع؟ بدك تقول له 90 زائد، صح؟ 90.5. خليني اشيل الانصاص انا بالاول عشان ما تغلبني. هذا اف 2، ايوه، وبعدين بس بدك تقول له 90 زائد 88 علامات الطالب A زائد ال 75. لاحظ انت هنا الاكسل ما راح يفهم انه الان قم بعمليه الجمع او امر جمع. لا، ليش ما راح يفهم؟ لازم يكون في اشاره تفهم المعالج الاكسل انه قم بعمليه اجراء العمليه الحسابيه اللي الجمع عندنا هنا. طيب اذا ما كتبت، ايش هذه الاشاره اللي لازم يفهمها انه الزمني او يلزمه باجراء العمليه الحسابيه؟ هي اليساوي. اذا ما حطيت يساوي طالع ما اجرى عمليه حسابيه، اعتبرها ك، ايش اعتبرها؟ ايش جنرال؟ شو يعني جنرال؟ يعني نص، نص. اما الان بدي افهمه يا حبيبي هذه عمليه فورميولا، يا لازم تجريها وتحصل على الناتج، اذا لازم تسبقها دائما بيساوي. فهمت شو معنى اليساوي؟ ايكوال. اذا اليساوي عندنا معناها امر للاكسل بتطبيق المعادله والحصول على النتيجه. فاي واحد راح يكتب معادله يبغى يحصل على نتيجه او يستدعي فانكشن لازم تسبق بيساوي، لازم تسبق بيساوي. زي ما انتم شفتوا الان الفرق، انظر الى الفرق لما حطيت يساوي. لما تضغط انتر لاحظ اوجد لي الناتج مجموع. لا بالبدايه اول شيء تبدا فيه، نعم، اللي هو اليساوي، بعدين تحط المعادله. تبدا بالبدايه بالامر للاكسل انه احسب. شو معنى احسب عنده؟ يساوي. اوجد الناتج، شو معنى اوجد الناتج عنده؟ اللي هي يساوي. اذا لو كتبت المعادله او الفانكشنز بدون اليساوي لن يستنتج انه هذا امر بتطبيق المعادله. لاحظوا انتم الان، خليك معي، بدك تنزل تحت بالاسفل وتكتب برضه المعادله. طبعا بعد التوتال بدي احط الافرج المعدل.
ومن جمال الاكسل شوف استنتاجه لما فهم انه فوق هيدر على طول حول لك اياها للفورمات لحاله. حول لك اياها للفورمات. البقيه لما هو ما يستنتجهم خذ الفورمات مالها. كيف تاخذ الفورمات مالها؟ مين قول لي الفورمات بينتر لنسخ تنسيقات ولا محتويات ولا الاثنين مع بعض؟ لا لا نسخ فقط التنسيقات. ها هاي اخذتها ما ياخذ ال 78 بياخذ ايش التنسيق مالها وبعممه على الخلايا اللي انا اخترتها. هاي اخذناها في الوورد الفورمات بينتر. ما تاخذ المحتوى. ديروا بالكم يا شباب اسئله زي هيك فهميه وبتيجيك على الورق بقول لك ذا فورمات بينتر وبجيب لك صورتها وبقول لك ريسبونسبل فور. ريسبونسبل فور ايش؟ فور ايش؟ كابي ذا فورمات اوف سيلز ولا كابي ذا كونتنت ولا كابي ذا بوث ولا نون اوف ذم. فانت يعني حرام تجاوب غلط تقول كابي الكونتنت مع الفورمات. خلاصة الحديث لاحظوا لما بدي احسب الافرج نفس الشيء. لاحظ هذه العملية سهلة ولا صعبة؟ لا ما لازم تسوي شيء. طالع انا الان بدي اكتب المعادله للطالب اللي اسمه اس اللي تحت بدي اعيدها. بتحط اول شيء ايش؟ يساوي. لازم تبدا باليساوي بعدين تحط القيم 778 زائد 68 زائد 90 91 هذه القيم وبعدين انتر. طب واحد بيقول لي والله سهله. سهله ولا صعبه؟ لا والله يا اخوان صعبه. لا والله صعبه واصعب اصعب منها ما في. لاحظوا يا اخوان لما انا اكتب كذا طالعوا ايش فرقت عن استخدام الاله الحاسبه؟ ايش سهل علي الاكسل؟ اعطوني ميزه سهل علي الاكسل. طب انا ماسك اله حاسبه بدل ما اكتب الاله الحاسبه قاعد اكتبها. يا اخوان انت الان حساباتك ممكن احسبها على الورقه وبعدين اصمم الجدول واحط الناتج. ما صارت ما مع على عيني على عيني وراسي يا شباب. انا يا اخوان يا اخوان التوتال معناها جمع. التوتال يعني المجموع. ايوه اذا الاكسل في هذا لحد الان هذا النقطه اللي قاعد اشرحها الاكسل بصراحه ما فادني لانه ممكن انا رجال عامل دفتر وكتبت اخر شيء نقلت بياناتي على الاكسل بس ما اعمل لي حسابات. انا قاعد اجري انا الحساب زي كاني ماسك اله حاسبه بالضبط زي صح كاني ماسك اله حاسبه. لا وزيدك من الشعر بيت لو حصل اي تغيير في العلامات هل راح يتغير الناتج؟ بالحال اللي انا فيها الان رجاء جاوبني بالحال اللي انا فيها. طالع انا الان جاب هذا الاس بدل 68 70 يعني زاد كم علامه؟ علامتين. تغير الناتج 237؟ ما تغير. انا يا اخوان اكتب لك فولس لانه انت رحت انتقلت للكابي للفورميولا للكابي فورميولا. يا اخي انا باشي قلت لك تحت مستواك تحت مستوى العلمي. انا عارف انكم متجاوزينها بس انا ببدا خطوه خطوه. وصلت؟ فاحنا يا اخوان في شيء اعطتنا اياه ما تسمى بالاكسل اسمه السيل ريفرنسز. السيل ريفرنسز بقول لي انت ما في داعي ان تعلن عن القيمه. هذا اسمه ايش؟ فورميولا باي فاليوز معادلات بالقيم. هذه يا حبيبي تستخدمها بآلتك الحاسبه مش جايين نستخدم الاكسل فيها. الاكسل اعطاني اشياء اسهل اسهل على نفسي. قال لي في شيء اسمه السيل ريفرنس مرجعيه الخليه. شو مرجعيه الخليه يعني؟ واحد يشرح لي شو معنى مرجعيه الخليه؟ لما اقول لك والله انت مرجعيتك ايش؟ في النقاش اللي بيننا بتقول لي انا مرجعيتي دينيه. انا مرجعيتي مثلا اخلاقيه، انا مرجعيتي علميه. طب انت شو مرجعيه الخليه؟ شو الشيء الذي يشير الى الخليه؟ الى وجود الخليه؟ الآن أنت الخلايا هذه لها محتويات بس شو مرجعية الخلية؟ إيش اللي يميز هذه الخلية عن الأخرى؟ يا إخوان سؤالي بسيط بدون تعقيد. إيش اللي بيميز الخلية هاي عن هذه الخلية؟ شو بيميزها؟ يا إخوان هذه الخلايا الفاضية لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الخلايا الفاضية إيش بيميزها عن بعض؟ ولا شيء كلهم واحد؟ يا طبعا يا اخوان رقمها ومكانها المرجع. هذا اسمه المرجع.
عنوان الخلية هو اسم المرجع. المرجع هو نفس موقع الخلية. أحسن. فالريفرنس احفظها معناها عنوان الخلية. موقع الخلية يعني عنوانها. ما هذا الخلية إيش اللي يميزها؟ موقعها. موقعها إيش؟ إنها في العمود مثلاً بي في الصف 5 صح؟ فصار إيش مرجعها؟ عنوانها ما يميزه له بي 5. أنت الآن بالسيل ريفرنس تكتب المعادلة بصورة أسهل وبتعطيك فاسيلتي أعلى شوية. الفاسيلتيز اللي تعطيك إياها شوف الآن معاي. أنا كتبتها إذن فورميولا باي فاليوز، يعني أعلنت عن القيم وقلت لك ما استفدت من الإكسل شيء، يعني لو ما استخدمتوش ولا استخدمته ماسك الآلة الحاسبة وأحسب. الله شو سويت يعني؟ كأني بكتب على الآلة الحاسبة، صح ولا لا؟ لكن طالع لما الآن بستخدم المرجع، شو هو المرجع؟ عنوان الخلية. لما أعلن عن محتوى الخلية اللي هي قيمة اللي فيها الخلية، المحتوى داخل الخلية بعنوان الخلية اختلفت المسألة. طالع أنا الآن ما في داعي في المعادلة أعلى أكتب له 90 + 88 + 75، لا 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 أمسحها. باستخدام السيل ريفرنس تستطيع الآن إنك تعلن عن موقع الخلية، فهو لوحده راح يجيب القيمة التي داخل هذه الخلية، راح يحصل راح يعمل كاتش للفاليوز الانسايد ذا إيش ذا سيلز باي إيش هذا الكلام by the address أو reference of cell. شو معنى address؟ عنوان. شو معنى reference؟ عنوان، لأنه مرجعية الخلية هي عنوانها. فالآن نبدأ يساوي. طيب كيف تصير معادلة؟ أقول له 90؟ لا ما تقول له 90. علامات الطالب إيه؟ موجودة وين؟ في B2 وإيش كمان؟ في الماث في C2 وإيش كمان؟ D2. إذا أنت عليك هنا تعلن بعد الزائد تقول له بي 2. أحسنت، بديش أقول إلين، خلينا أنا الآن بعدين أنا بمشي شوي شوي ماشي. زائد علامته في مين؟ في الماث. لاحظ أول ما كتبتها ظلل لك على طول، شوف كيف المعالج ذكي، تقدر تسحبها وتقدر تعمل لك إياه، بس أنا الآن بمشي خطوات. شايف معاك ذكي؟ لا وزيدك مش شعر بيت، ما في داعي تكتبها بايدك وتغلب نفسك. ولا ايش اسوي استاذ؟ روح بالماوس اعمل عليها كليك بس، ما في داعي تكتبها. زائد روح للي بعديها ولاحظ انه كل واحدة بلون مختلف. نعم والله. لا 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 كليك عادي، كليك ليفت عادي، كليك ليفت لا يسار ولا يمين، بس كليك على طول بكتب لك عنوان الخلية. إذا معنى هذه المعادلة اجمع لي علامات الطالب A في الفيزيك اللي هي B2 زائد في الماث اللي هي B اللي هي C2 زائد في الكيميك كيمستري يعني في C في D2. اضغط انتر طلع الناتج. حلو، هذه ميزة لحد الآن أنا مش شاعر فيها. لا أنا بقول لك الآن ما فرقت عن الأولى، لكن إيش اللي فرقت؟ فرقت انه لما يجي الدكتور او المدرس يعدل الان طالع هنا 253، عدل خلى بدل 88 اكتشف انه 85. كم نقص؟ 3 علامات. لما يضغط انتر لاحظ تلقائيا تم التعديل. كل الفورميولا اللي هي depending on the cell contents بمجرد ما تعمل change the values inside the contents inside the cells they will affect on the all formulas. النتائج كلها راح تختلف. سمعت؟ هذه ميزة ولا لا؟ ميزة. أول الطريقة الأولى اللي تكتب فيها القيم لما تعدل له علاقة الناتج في التعديل ولا شيء، لازم تعدل أنت على المعادلة. شيء ثاني تفضل. والله تقدر تعرفها بس مش الآن، لما ناخذ الفانكشنز راح تعرف. أنا الآن ما استخدمت الفانكشنز. تفضل يا شباب، أنا قلت لكم إنه معلوماتكم أعلى، أنا عارف إني بديت من تحت الصفر. لا بس أنتوا معلوماتكم أعلى، الطلاب أكثرتهم عارفين هذا الشيء. أيوة، فأنتوا بتحكوا نقطتين يا أستاذ وأسهل واستخدم صم راح يجينا، بس أنا الآن بفهمك شو الميزة وليش الناس الآن تستخدم السيل ريفرنس وليش أصلا الإكسل وضعها عشان يسهل علينا. إذا التعديل على أي عناصر موجودة في المعادلة راح باستخدام السيل ريفرنس عنوان الخلية سيتم التعديل تلقائيا على الناتج. ها
90 بدل ما هو جايب 90 جاب 92 على طول بدون ما تغلب نفسك، عدل راح تجده على طول زاد في الناتج النهائي. بينما طالع لسه هذه الخلية ما عدلنا عليها، لسه هذه ايش فورمولا باي فاليوز، القيم ثابتة، وبالتالي عدل من الصباح للمساء بدل ما هو جايب 91 99 ما يتعدل. لازم تروح يدويا وتقول له تعال انت ما انت 91 انت 99، وهذا شيء صعب علي وسهل علي اني استخدم السل ريفرنس. عرفنا فائدة السل ريفرنس، فانت انك تعلن عن في المعادلة تكتب السل ريفرنس عن الفاليوز، فهذا الميزة العظيمة. في عندي شيء ثاني يا اخوان، في شيء اسمه الريلاتيف ريفرنسز، ركز معاي انا ماشي معك شوي شوي. قال لك كمان من ميزات الاكسل انه انا مش بس بخليك تستخدم السيل ريفرنسز عشان والله اذا تعدل محتوى الخليه يتعدل تلقائيا الريزلت، لا انا كمان بعطيك ايش اسمه ريليتيف ريفرنسز. شو ريليتيف ريفرنسز؟ الريفرنسز عرفنا انها هي عناوين عنوان الخليه صح. الريليتيف معناها المترابطه، في ارتباط بينهم بقاعده معينه. ايش العلاقة؟ ركز معي ركز معي. الان هذه الخلية اللي انا اخترتها لوضع التوتال الناتج صح ولا لا، وقفت عندها وحطيت اليساوي وحطيت الريفرنسز مال الخلايا، ايش العلاقة بينها وبين الخلية اللي تحتها؟ ركز معي، ايش العلاقة بينها وبين الخلية اللي تحتها اللي راح تحتوي على الناتج الثاني او مجموع علامات الطالب اس؟ ايش العلاقة بينهم؟ هذا اي عمود وهذا اي عمود؟ اذا ايش اللي اختلف؟ الصف. لاحظ انه الانتقال هنا من هذه الخليه اللي هي اي 2 اللي تحتوي على مجموع علامات الطالب A الى الخليه اي 3 هو اللي تغير عندي الصف. هنا بيعطيك ميزه اسمها ريليتيف ريفرنس، بمعنى اخي ما في داعي اكتب المعادله مره اخرى نفسها، اكتب له والله ايش هنا يساوي هذه المرة علاماته وين؟ وين علامات S؟ B إيش؟ B3 صح؟ زائد ها C3 زائد مش هذه علامات الطالب S؟ زائد D3. طولي بس بالك الآن، لاحظ هذه العلامة، هذه معادلة صح ولا لا؟ هذا المجموع وإذا عدلت بالسل ريفرنس هذا بدل 90 91 رجعها، هي نزلت العلامات. الآن السؤال، شوف قوة استنتاج الإكسل، بقول لك يا أخي الكريم إذا أردت أن تعمم أو تعمل نسخ للفورميولا وتطبيقها على بقية الخلايا أنا متاحة لك، لأنه أنا بعتمد في حساباتي على الريلاتيف ريفرنسز. بمعنى الآن الناتج هنا حسب المعادلة إيش كانت هنا الناتج بـ E2 كان ناتج عملية جمع إيش؟ B2 زائد C2 زائد D2. لما تنزل للأسفل خطوة راح يزيد بدل E2 ايش يصير الناتج؟ E3، فراح تلقائيا ينزاد على كل عناصر الداخلة في الحساب المعادلة صف واحد، فراح يكون كأنه جمع ايش؟ B3 زائد C3 زائد D3. لاحظ هذه محتوى E3 ايش يساوي؟ B3 زائد C3. الآن أنا ما في داعي أكتب المعادلة، أنا بستخدم ميزة الريلاتيف اللي هي إيش؟ الارتباط بالريفرنس، لهو يستنتج ويغير في مين؟ في أرقام الصفوف. فما علي غير أن أروح بالكورنر هاندل وأسحب. شو بسوي؟ بزيد الخطوة اللي بعديها عدد الأعمدة ولا الصفوف؟ بزيد على الصف واحد فبصير فور، بعدين لا الثانية بصير ايش 5، الثالثه بدي 6. لاحظ انه جمع لي واجرى لي نفس المعادله مع بقيه الصفوف مع تغيير المحتوى. احسنت، مع تغيير الخلايا ومحتوياتها. لاحظ وقف هنا، هذه 241 ناتج عمليه ايش؟ اي اول شيء وين واقف انا؟ عند اي 5. ناتج عمليه ايش؟ بي 5 زائد سي 5 زائد دي 5. اذا ميزه الاكسل يا اخوان بالريلاتيف انه عند الانتقال من خلية إلى أخرى، من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل، بقوم بزيادة الصف كم؟ واحد. كده بستنتج وبقول لك خلي المعادلة صورتها بس غير إيش في عدد الصفوف للخلايا حتى ياخد محتوى الخلايا اللي تحتها.
راح أعيدها مرة ثانية بس أنا بهمني تفصل لك الفكرة. شو معنى ريلاتيف؟ عند أمر مثلا حل زائد واحد زائد واحد. ببساطة شديدة لما تتحرك يا علي، لما تتحرك من أعلى إلى أسفل بستنتج أنه زيد الصف على المعادل، غير رقم الصف وزيد واحد من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى اطرح واحد كده بستنتج. وانت عمالك تطلع على الصف اللي فوق لفوق بقل العدد صح، بكون ثلاثة، بطلع لفوق اثنين، بطلع لفوق يصير واحد. وشيء ثاني، إذا كنت تجري العملية أفقيا بستنتج انه التحرك من اليمين لليسار يزيد ايش؟ الصف ولا العمود؟ العمود. يثبت الصف، راح يجينا الان عملية حسابية، بثبت الصف وبغير في العمود. انا اللي بوصل لكم اياه يا شباب هلا، اللي بهمني في هذه النقطة اني افهمك شو معنى ريلاتيف. اذا عرفنا انه السيل الفرنسيس هو ايش؟ عنوان للخلية واستدعاء قيمة الخلية بناء على عنوانها. يعني روح لشوف الخلية هذه بناء على العنوان وشوف لي بعدين محتواها. قلت لك هذه أفضل من الإعلان عن الفاليوز مباشرة في الفورميولا. هذه طريقة غير مرغوبة في الإكسل، إنك تروح تكتب لي 99 زائد 65 هذا ما نستخدمه، روح استخدمها الحاسب أحسن لي. ففهمنا شو معنى سيل ريفرنس، وصلت. انتقلنا بعديها إنه أيضا من ضمن الخصائص الجميلة، غير إنه والله أعدل على الخلايا زي ما عدلت هنا وتم التعديل مباشرة على مين؟ على الناتج. هذا السيل ريفرنس، انه في شيء اسمه ريلاتيف ريفرنسز، انه هو بقارن، بقول لك هذا تحرك من اعلى الى اسفل، اذا نفس المعادله طبقها، اللهم غير في احداثيات الخلايا وزيد الصف واحد. يعني الان الصف كم لما كنت انا في اي 2 للطالب اي، شو كانت احداثيات الخلايا؟ بي 2 سي 2 دي 2. لما انتقلت لتحت شو سوى بالصف؟ D3 C3. لما انتقلت للي بعديه شو سوى بالصف؟ ما هو لو ثبتها ما كانت المعادلات غلط. شو استفدت من الاكسل لو انه ثبتها ما فيش ريلاتيف ريفرنس؟ كان ما استفدت منه شو استفدت بالله عليك؟ انا بدي احسبها يروح انسخ ليها يطلع نفس الرقم للجميع؟ ليش؟ لانه والله مش عمال يزيد لي الصف واحد؟ لا. ونفس الشيء لما تتحرك من اليمين لليسار، بس هاي المره من اليمين لليسار شو بيزيد لك؟ العمود. بدل البي بنقول لك يا بغي لك يا سي، بعد السي بيصير دي وهكذا. أيوة رجال. فهذه السحب إيش اسمها؟ إذا هذه لوحدها كذا إيش اسمها؟ بفورميولا with cell reference. كتبت المعادلة باستخدام مرجعية اللي هي إيش؟ عنوان الخلية. شو فائدتها؟ إنه أي تعديل شو بيصير؟ تلقائيا. طيب لما أسحب الآن المعادلة أعممها على البقية، هذا شو مسميه؟ relative references، اللي هو إيش؟ استنتج الترابط بينهم وصار يزيد بناء على هذا الارتباط. طالع الآن أصبحت الإكسل فعلا تستخدم وتسهل علي. يعني ما علي غير أن أكتب المعادلة مرة واحدة وأعمم هذه المعادلة بس بالماوس وكذا لسبعين ثمانين تسعين مئة طالب، حسبت لهم مجموعهم خلال 5 أو 4 ثواني. نسخهم نفسهم. الخلايا عندك تحديدها صح؟ تارك خلايا فاضي هنا؟ طيب ممتاز. أنا راح أجي الآن وأشوف إيش الخلل. يا شباب المسألة بسيطة، إذا تكتب المعادلة في خلية واحدة راح تطلع فيها الريزلت بعدين تسحبها، لكن برات بطلع عندك خطأ. شو بكون عندك؟ واحدة من الخلايا كاتب حرف، هذا ما هو إيش فاليو، ما هي قيمة، ما هي نيومريك فاليو، وبالتالي لما تسحب الآن طلع لي خطأ. إيش هو الخطأ؟ هذا الفاليو، هذا يشير لأنه في عندك إحدى المعطيات غير متجانسة مع بقية المعطيات. تحطط لي سترينج وتقول لي اجمعوا، فلازم تكون رقم. ها ضبطت معك ولا أجيك؟ ما ضبطت. ها الشباب خليكم معي بس لو سمحتوا. شباب زميلكم إيش مسوي هنا؟ أنا قاعد أحكي الآن بالريفرنس اللي لازم أستخدمها في الإكسل عشان أستخدم ميزاتها، صح ولا لا؟ ذكرت لك مساوئ إنك تكتب القيم مباشرة، فأنا كتبت لك هنا القيم مباشرة اللي هي 92 عندي زائد 85 زائد ها زائد إيش كمان عندي 75، ضغطت على شيء أنا 75. طالع حبيب هنا لما تعمم يا شباب هل راح يتغير؟ هذا ما في عنوان خلية، شو بدي غير لك؟ راح ياخذ نفس القيمة تحت.
راح يطبق نفس المعادلة على الجميع. هذه نفس المعادلة هنا وهنا وهنا نفس المعادلة. لا انت كاتبها لما جيتك كنت كاتبها بهذه الصورة، وقف عند اول واحدة وشوف. اما انت قلت لك لا يا اخي احنا ما نبغى نستخدم هالطريقة، احنا صرت نستخدم السيل ريفرنس، حط يساوي يا الحبيب وبعدين تعال هنا محتوى الخلية، عنوان الخلية اذكرها بس، زائد عنوان الخلية، زائد عنوان الخلية انتر، بعدين عمم ريلاتيف. الان ريلاتيف بالسحب، يعني ريلاتيف بالسحب بالسيل ريفرنس الفورمولا هذه راح يطلع عندك كل امورك تمام. سمعت يا صح ولا لا؟ شيك زي ما بدك بس تاكد انه جيت شفت وضعك. الساعة كم اخوان؟ يلا يا بريك بريك يلا شو. عشان اذكركم اذا في عندي عند كتابة المعادلة يستحسن كتابتها بالسيل ريفرنس بعنوان الخلية اللي من خلاله راح يوصل الاكسل لمحتوى هذه الخلية ويجلبه في المعادلة. وقلت لك ميزة السيل ريفرنس لما تيجيك سؤال ذوات ذا بنفيت اي كان جيت ات فروم ذا سيل ريفرنس اللي هو ايش؟ when you change the value of sales على طول immediately change the result of formula. يا شباب لو سمحتوا الان يا سيد عزيز والريلاتيف كلمة ريلاتيف ها ريفرنس ايش بنستخدم فيه؟ ايش تستخدم؟ ايش الفائدة من ريلاتيف ريفرنس؟ السيل ريفرنس عرفنا ايش الفائدة، انه نكتب المعادلة بالسيل ريفرنس اي تعديل على محتوى الخلية يتعدل تلقائيا في الريزلتس. طب والريلاتيف؟ احسن تطبيق نفس العملية او نفس المعادلة على بقية السيلز بشكل سريع جدا. اخر مثال راح اخذ الافرج. الافرج يا اخوان راح احسبه وراح استخدم السيل والرف عشان انتقل للابسوليوت ريفرنس. قلت لك احنا اليوم موضوعنا دسم لانه كل العناصر الاساسية هذه جاي ورا بعض. ركز معي الان. الان يا سيد عزيز عندي بالافرج بدي احسب المعدل. المعدل عبارة عن ايش يا اخوان؟ كمعادلة. احسنت. مجموع القيم مجموع علامات الطالب ايه في الفيزيك والماث والكيمستري تقسيم عدد العلامات. عددها كم؟ 3. طبعا المجموع وين موجود؟ في التوتل. تستطيع مباشرة انك تيجي تقول يساوي ايش هو اللي يساوي التوتل؟ هذا اي 2 تقسيم 3. ممتاز. او هل هناك طريقة اخرى؟ لاحظ هيك انا لما كتبت الاي 2 هذا ايش اسمه؟ سيل ريفرنس، ولما عممته اسمه ريلاتيف ريفرنسز بناء على الارتباط بينه وبين الاخرانيات. لما نزلت لتحت شو زاد؟ زاد ايش لما انتقلت من اعلى لاسفل؟ احسنت. صارت ايش؟ بدل اي 2 صارت ايش؟ اي 3 وبعدين اي 4 وبعدين اي 5 بعدين اي 6. طيب انا الان بدي اتراجع، ما بدي احسبها بهذه الطريقه، بدي احسبها بطريقه مش التوتال. تخيل انا بدي اخفي الان التوتال، تخيل انه مش موجود عند التوتال، بدي احسبها بالطريقه العاديه. ايش هي؟ يساوي علامته في الفيزياء زائد علامته في الماث زائد علامته في الكيمياء تقسيم 3. ركز معي، هل الناتج راح يطلع صح ولا خطأ؟ صح، بس هو فعليا راح يطلع خطأ لأنه متوسط ال 75 وال 85 و 92 يعني بيطلع حوالي بين ال 85. مستحيل يطلع زيادة 202. أحسنت. أولوية لمين يا إخوان؟ في عنا في العمليات وانت قاعد تكتب العمليات، خليني بس أكمل يا شباب. في عندي أولويات للعمليات. الأصل في المعادلة زي ما احنا درسناها إنه هي إيش؟ مجموعهم. أنت حكيت لي مجموعهم، إذا إيش الأصل؟ الجمع أولا ثم قسمة على عددهم اللي هو 3. لكن عندي في أولويات للعمليات في الإكسل، وهي أول شيء القوس. خليني بس أحكيها عشان تتسجل في المحاضرة. القوس
أي شيء بين أقواس هو له أعلى الأولوية، يتنفذ ما بداخله من عمليات، بعدين نطلع برا الأقواس، بعدين الأس، بعدين الضرب والقسمة، بعدين الجمع والطرح. إذن أولوية الجمع والطرح أقل من أولوية القسمة والضرب. عشان كذا أول شيء عمله ماذا فعل؟ قسم دي 2 على 3، بعدين جمع لها محتوى سي 2 وبي 2، طلع عنده هذا العدد الغير صحيح، طلع عنده هذا العدد الغير صحيح اللي هو 202. أحسنت. إذا أردت فالأحسن حتى تطبق المعادلة أن تضع الأقواس حتى تفهموا أنه الأولوية أول شيء لما داخل الأقواس وهو الجمع، بعدين القسمة. إذا الأولوية للأقواس أول أولوية، لازم يخلص اللي بالأقواس، بعدين بيجي عندنا الأس، بعدين بيجي عندنا الضرب والقسمة، بعدين بيجي عندنا الجمع والطرح. فالآن المعادلة صحيحة؟ نعم صحيحة. أيوة المعدل بيجي بالكسور طبعا. هذا راح يجينا فانكشن إذا وصلنا له اليوم، الاسم راون تقريبا. نعم نخلي طالع أنت هنا أخي. إذا أردت الزيادة والنقصان، شايف كذا عندك في الديسمال هذا ديكريز، بس أنت قصدك عن اللي هو إيش الراوند، لأنه ما ينفع تعمل ديكريز، أنا بعمل ترانكيت، ترانكيت يعني قطع 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 قطع، فأنت بدك تقرب، راح يجينا الراوند. إذن يا شباب هذا الريلاتيف باعتقاد الآن عرفنا شو مقصود بالريلاتيف. عند تحرك خلية الريزلت من الأعلى إلى الأسفل يقوم بزيادة على المعادلة وتغيير المعادلة وزيادة الرو بواحد، الصف بواحد، وعند التحرك من اليمين لليسار الزيادة إيش تغيير في العمود. طيب لو لسبب ما في نفسي، ركز معاي ركز معاي الآن، بدي أوجد الأفرج، بس ما هو للطالب، لو طلب منك أخي، لو طلب منك أنك توجد الأفرج للشعبة، بحيث في الفيزياء كم المعدل، كم متوسط علاماتهم بالفيزياء، عشان أشوف علاماتهم أنا وين أقوى شيء الطلاب في الفيزياء ولا بالرياضيات ولا بالكيمياء، فبدي أحسب معدل، والمعدل هي مجموع العلامات على عددهم عشان يوجد المعدل، عشان أشوف الطلاب وين مبدعين بالفيزياء ولا بالرياضيات ولا بالكيمياء. فبدنا نيجي الآن نوجد معادلة إيش الأفرج. إيش هي الأفرج؟ يساوي ها نفتح قوس، ليش الأقواس؟ عشان الجمع أول. أحسنت. نأتي الآن للأعلى ونبدأ ها علامة A في الفيزيك زائد علامة S في الفيزيك زائد علامة W في الفيزيك زائد، طبعا هاي أسماء طلاب، E زائد علامة R، وهذا كله تقسيم إيش؟ تقسيم تقسيم ثلاث، آسف تقسيم كم؟ خمسة. إيش عند الإشكالية؟ عند الإشكالية بي 2 بي 3 بي 6 مزبوط، وهذا تقسيم خمسة. طلع عندي معدل علامات الطلاب 63.4. لاحظ انت الان هنا بدي اتحرك بالمعادلة، ما في داعي اكتبها للماث ولا للكيمس، هذا استخدمت انا ايش استخدمت، ايش معنى بي 2 بي 3؟ هذه الصفوف اسمها ايش حكيت عنها، اللي هي سيل ريفرنس، عنوان الخلية او مرجع الخلية. انا ما ذكرت القيمة، ذكرت 92؟ لا. ذكرت 78؟ لا. ذكرت 65؟ لا، بس انا ذكرت بالسيل ريفرنس. الآن لما بدي أقوم بتعميمها، تعميمها يعني بدي أسحب أن أصبحت ريلاتيف، بدي يستنتج إيش قاعد يغير هنا الآن. أحسنت، بغير اسم العمود مع ثبات الصف. الصف هنا بقي، طالع بقي، وقف عند هذه الخلية، بقي الصف إيش؟ سبعة، سفن، هذا الصف بقي سفن، لكن تغير العمود. فلما يتحرك من أعلى إلى أسفل يزيد رقم الصف أو عنوان الصف واحد، لما يتحرك من اليسار لليمين يغير بواحد اللي هو اسم الكولوم. حتى
سي لوحده طبعا هذا الريلاتيف، هذه ميزه الاكسل انها ريلاتيف ريفرنس، طالما استخدمت الفرنس في المعادله معناته تتحرك من على اسفل راح يزيد الصف، تتحرك من اليسار لليمين راح يتغير العمود يزاد بواحد. طب راح يتحرك من اسفل الى اعلى راح ينقص الرو او الصف بواحد. طب راح يتحرك من اليسار من اليمين لليسار بالانجليزي راح يقل العمود بواحد، يعني دي بعدين سي بعدين بي بعدين اي. فاخوان باعتقادي كذا وصلت المعلومه، وهذا اصبح معدلهم. مين اعلى معدل؟ طبعا علاماتهم ممتازه فين؟ في الكيمستري اللي هي الكيمياء ولا شيء. اخر عمود هذا يا اخوان، هذا انت الان انت كم علامه كم ماده منزل الفصل هذا؟ كم ماده منزل الفصل انت؟ ثلاث مواد. الان لما اجي اقول لك انت كم جبت في العلامه في الماده الاولى بتقول لي مثلا جبت 95 في العلامه في الماده الثانيه، فهذه تخيل هذه موادك الماث والفيزيك، فبقول لك ايش معدلك؟ معدلك في هذه ايش؟ مش هي مجموع علاماتك في هذه المواد على عددهم؟ بس احنا في عندنا معادله في الجامعه اللي هي اضرب بالساعات، لانه مش كل المواد نفس الساعات، فبتضربها بساعاتها. مثلا عندك ماده الفيزياء خمس ساعات تضربها بخمسه، كم جبت في الفيزياء؟ 50 اضربها بخمسه 250. ماشي، هذا على تخيل حالك بمدرسه يا اخي مش عندك ست سبع مواد، بس انا ماني فاضي اكتب جدول خمس ست سبع مواد، كتبت لك ثلاث مواد بقول لك اوجد معدلهم. فانت علامتك في الماده الاولى، علامتك في الماده تقسيم طبعا مجموعهم تقسيم عددهم. ما وصلت ما وصلت كيف تسويها؟ مجموع علاماتك في المواد تقسيم عددهم، عددهم كم مادة؟ اجمع علامتك في الأولى زائد علامتك في المادة زائد علامتك في واجمعهم واقسمهم على ثلاث حتى يطلع المعدل. أما هنا أخي لا، أنا أبغى معدل للشعبة، معدل الشعبة في مادة الفيزيك، يعني يجيب لي علاماتهم في الفيزيك اجمعهم واقسمهم على عددهم عشان أشوف معدلهم. يعني أبغى أعرف الطلاب مبدعين في أي مادة، فطلع عندي انه معدلهم في ايش؟ في ماده الكيمستري اعلى شيء، وبالتالي هم مبدعين، طالع علاماتهم مبدعه بالنسبه ايش؟ لبقيه العلامات في الماث والفيزيك. ماشي؟ واستحسن تلونها بلون مختلف حتى تعطي دلاله مختلفه. فهذا يا اخوان اهم شيء قبل ما اترك هذا السكشن، لان راح انتقل على الابسوليوت. وصلت لكم، وركز معي، وصلت لكم حكايه الريلاتيف. الريلاتيف يعتمد على ايش؟ كيف استنتج انه زيد الصف؟ طبعا لما يكون في المعادله في ريفرنس، لما تكون حاطط لي عنوان الخليه مش القيمه مباشره ساعتها انا بستخدم لك الريلاتيف. اما يجوز استخدام الريلاتيف وانا حاطط القيم مباشره زي ما عمل خويكم قبل شوي، وين راح؟ هذا ولا زميلكم؟ لا ما بصير، لانه لما يكتب المعادله مباشره ويحرك للاسفل القيم مباشره ما في شيء. اذا لازم يعتمد الريلاتيف ريفرنس، باستنتاجه على السيل ريفرنس. استخدم في المعادلة عناوين الخلايا، وأنا من عيوني بعمم لك إياها لو انتقلت للأسفل من أعلى لأسفل أو من اليسار لليمين أو العكس. نجمة عادية ما عندك مشكلة. أيوة يا شباب، يا شباب العمليات العادية ولا عندك أي إشكالية، الضرب والقسمة واللي موجود ما عندك أي إشكالية. الآن يا شباب بدي أكمل في الآن شيء بسيط، ركز معي ركز معي، عشان افترض أنا ما بدي أعمل شيء ثاني، ولا بتحبوا شيء ثاني؟ على حدكم. هو أنت تستطيع طبعا، الأفضل أنه كل شيء بتعم معالجته يكون في شيء لوحده، يعني رواتب الموظفين مثلا، التأمين الصحي للموظفين أو كذا، كل واحد بشيء لوحده. على العموم راح أعمل شيء بسيط، أنا في عندي ايتم عنصر، وفي عندي البرايس بير يونت، وعندي اللي هو الكوانتيتي، وعندي التوتال. طبعا قبل التوتال بدي اشرح شغله، بس بدي اضيف، ركز معي.
عندي هذا الجدول وما راح أدخل فيه قيم كثيرة. عندي الايتم، ايش الايتم مثلا؟ خلينا مثلا محل لبيع المواد الغذائيه، مثلا علبه فول، مثلا هذا علبه فول البرايس مالها مثلا ريالين ونص، الكوانتيتي اخذ الرجال 5 علب، التوتال كم نحسبه؟ فاهمين علي؟ ايوه ايوه. بس انتم الان خلينا نعبي لنا 3 ايتمز. عندي ايش كمان يا اخواني بيع؟ مثلا ووتر، مثلا خليهم 10. ايش كمان اعطوني؟ اويل. طيب الاويل مثلا نقول 18 ريال ولا 20 ريال، بغض النظر. المهم يا سيدي عزيز عندك 2. الان يا اخوان بدي احسب التوتل، لكن في بعض الدول، ركز معي، في بعض الدول بياخذوا شيء اسمه ضريبه. ايوه احسنت، اللي هي التاكس. الآن هذه التاكس إخوان بتكون معممة مثلاً 20%، 20%. ضريبة في الدول محددة، ما أدري يعني حسب. إحنا عندنا 20% في البلد اللي إحنا فيها، في الأردن يعني 20%. بدها تحسب في معادلة التوتال، وصلت؟ يعني بده ينضاف على السعر. طب وين السعر؟ خلينا نحسب السعر. ها أخذ لك الفول، أخذ لك إياه 5 علب، كل علبة بريالين ونص، كيف نحسبها؟ يساوي، أيوة أيوة ممتاز. أكتب بس، طولوا لي بالكم، أنا لسه ما أجيت على حساب الضريبة، ما جيت احسب الضريبه يا شباب اللي قاعدين ورا، انا ما جيت احسب الضريبه. انا الان بقول لك احسب لي التوتال، كم بدي منه ثمن لعلب الفول بعدد العلب كلها؟ يعني 2.5 × 5. الان ينفع اكتب 2.5 × 5؟ لا، تحدد المرجعيه. احسنت، احنا قلنا يا سيد عزيز نبغى المرجعيه اللي هي سعر. خليني بس اكبر سعر للوحده الواحده. باجي هنا طبعا في الخليه اللي بدي اطبع فيها الناتج واقول يساوي، بعدين باجي بقول له يا سيد العزيز اللي هو بي 3 الاثنين مع بعض. فلاحظ يا اخوان، اذا هي القيمه ضرب ايش؟ الكوانتيتي. الكوانتيتي ايش هي؟ موجوده وين؟ في السي 3. طبعا لاحظ انت كذا، انا حسبت ايش الناتج 2.5 × 5، طلع عندي أيوة اللي مطلوب منه الآن يحاسب على علب الفول 12.5، لكن أنا ما دخلت هنا إيش اللي هي الضريبة. لاحظ أنت هنا، خليك معي، الضريبة ركز معي كيف من تنضاف، عبارة عن إيش الضريبة؟ 20% من مين؟ وين السعر الكامل؟ لا يا إخوان، أحسنت. إذا هي الضريبة اللي هي 20%، لاحظ 20% اللي هي بي 1، ركز معاي، ضرب ايش؟ أحسنت، ضرب بي 3، أحسنت، يعني مرة ثانية بي 3 ضرب سي 3. هلا أنت بس طول لي بالك عشان انا بس، خلينا نحط اقواس عشان تفهموها. سعر الكميه مع العدد، خلصنا منهم بي 3 في سي 3. الان زائد الضريبه، الضريبه ايش هي؟ احسنت، اللي هي 20%. وين موجوده 20%؟ في بي 1، في بي 1. بي 1 ايش؟ بي 1 ضرب ايش؟ ضرب اللي هو السعر، السعر الكلي اللي هو 12.5. عشان كذا كررتها يا شباب، واضحة؟ واضحة. الآن اضغط انتر، أعطاك كم؟ من 12.5 ريال صارت 15. ممتاز. الآن طالع لما بدي أعمل ريلاتيف، راح تضيعنا يا علي، اسكت. الآن يا شباب طالع لما إيش؟ لما أعمل ريلاتيف، ركز معي، لأنه هذه النقطة
لما تسحب الآن المعادلة شو بده ينزاد على الصفوف يا أخي؟ لما تسحب الآن المعادلة إيش يزيد على المعادلة؟ الصف لأني من أعلى الأسفل بده يزيد واحد. شو بدها تصير بي إيش؟ 4 وسي 4 وهذه إحنا نبغاها ثابتة، بس هي راح تتحرك وتمسك بلا سبير يونت، فراح يطلع لك خطأ ولا صح؟ راح يطلع خطأ، راح يطلع خطأ، ولما تكمل راح يطلع أرقام مش صحيحة. ليش؟ لأنه راح يعدي بيس برايس بير يونت وراح يجي على 2.5 1 و18. أنا الآن أبغى أثبت، فهمت القيمة الآن؟ هذا الأبسوليوت فاليو اللي هي إنك تثبت الخلية حتى لو تحركت الريزلتس أو الفورميولا إلى خلايا أخرى، يثبت هذه القيمة. بس كيف أثبتها؟ بسيطة جدا، بس عند عنوانها تسبق. وين عنوانها؟ عنوان البي ولا الجميع؟ بس البي، البقية بدي يتحرك لأنه بدي أخذ إيش؟ الووتر والأويل. بس هذه بتظلها ثابتة. إذا هذه بتظلها ثابتة، بس عليك أنك تضع قبل اسم العمود إشارة الدولار ساين. الدولار ساين يا إخوان اللي هي موجودة عندكم بشيفت مع فور كده. شو فهم؟ فهم أنه ثبت العمود، أما الصف يتحرك. أما أنا في حالتي أبغى أثبت بس العمود، لا، وأثبت الصف. يعني إذا حطيت الدولار ساين، أنه في بعض المعادلات يمكن يا أخي بدك تثبت بس العمود أما الصف يتحرك، الثانية بدك تثبت العمود الصف والعمود يتحرك. أما أنا ما بقدر أخلي واحد منهم يتحرك، لازم أثبتهم، لأنه أنا بدي إياهم. هذه الآن كل المعادلات اللي تحت، كل المعادلات اللي تحت ترجع لمين؟ لبي 1. فإشارة الدولار ساين هاي إيش تعني؟ ثبت. لو تحركت المعادلة يمين يسار فوق تحت ما تتحرك أنت. حط ساين دولار ساين حق الصف حق العمود. أيوة، لازم تحط قبل العمود دولار ساين قبل الصف. وإذا تبغى تسهل على نفسك، ها؟ اضغط على F4. إيش F4؟ F4 يعني. طالع عند F، وقف عند B1 واضغط على F4. هذه F4. تسهل عليك. F4 يا إخوان على الكيبورد. F4 خلاص، عشان إذا ما أنت تروح على قدام. طالع أنت الآن الناتج، طالع 15. لكن أنا الآن أعمم وأنا مطمن. إيش مطمن؟ مطمن إنه لاحظ الآن، تعال على المعادلة هذه الـ 12 مثبت B1. أما مين اللي تحرك؟ السيل ريفرنس الثانية. صارت إيش السطر؟ 4. كان إيش في الأعلى؟ 3. صار إيش تحت؟ 4. صار إيش تحت؟ 5. بينما اللي ثبتت مين؟ البي 1. هذا مسميه أبسوليوت فاليو. مهما تحركت بظل محافظ على الخلية المذكورة في المعادلة. نعم. يا شباب بساطة شديدة، أنت الآن عندك 5 علب ماء، ماشي؟ سعر الوحدة إيش؟ ريال. كم التوتال؟ 5 × 1 اللي كم؟ 5 ريال. منزيد عليها زائد 5 × 1 في 20%، أبغى 20% من 5 × 1، فبطلع عندك 20% من 5 × 1 كم؟ ريال. يعني بطلع كم المجموع؟ 6 ريال. فأنت الآن حسبت 5 × 1، بدك تعيدها مرة ثانية عشان تضربها ب20%، لأنه يبغى 20% من 5 × 1. الناتج اللي هو ريال يزيده على إيش؟ 5 × 1. أيام بسيطة وراح تصير بيرفكت في حساب الضرائب. نعم. لا 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 لا، مين يجاوب زميلكم؟ لو ما حطيت أقواس قبل شوي حكيت الأولوية لمين؟ أنا حطيت الأقواس لأنه ما يأثر على المعادلة، بس أنا حطيتها عشان أفهمكم. قلت لك حط الأقواس هذا القوسين عشان تحتوي على اللي هو مجموع إيش؟ الكوانتيتي اللي هي الكمية في سعر الوحدة الواحد اللي هي 5 علب في 1، 5 ماء في 1. زاد أنا حطيت أقواس من عندي ما يضر، لأنه الأولوية لمين لو ما في أقواس؟
راح يضرب أول شيء بي 3 مع سي 3، بعدين يروح يضرب بي 1 في بي 3 في سي 3، بعدين آخر شيء يجمع، فلام هاي يأثر. بس إذا حطيت أقواس عشان تفهم أنت كبشر خير وبركة، يعني إيش الوضور؟ فاهمين اللي بحكيه؟ فأنا بس أبين لك إنه هذا التيرم الأول لحساب المبلغ المستحق بوجود خمس علب ماء في سعر العلب الواحدة ريال، وهنا 20% من السعر الكامل اللي هو خمس علب ماء في ريال، 20% هم ريال واحد. إذا كذا أنت عممت، لكن مع الاحتفاظ بمين؟ ما تنسى مع الاحتفاظ بمين؟ بالضريبة بنفس المكان ما يتحرك. هذا يا سيد عزيز بسميه absolute value. زميلكم بقول انه يا سيد عزيز لو عملنا هنا تاكس شو بضر؟ بقول احسنت، حبيت السؤال هذا منكم كثير. زملائكم بقولوا يا اخي ليش كتبت لي 20؟ ما كان كتبت لي في المعادله هنا وحطيت لي 20% وخلصنا من هالقصه والفيلم الهندي، صح؟ شو نجاوبه؟ بقول لك غلط. ليش؟ افرض يا اخي الدوله احنا كانت الضريبه عندنا 12% لعلمك، بعد سنتين ثلاث اربع صارت 16%، بعد سنتين ثلاث اربع صارت 20%. فايوه انت لما تيجي تكتب لي اياها معناته حبيبك بده يروح ايش يغير مثلا هون في هذا الشيت وهذا الشيت وهذا الشيت وهذا الشيت وهذا الشيت، بده يغير في المعادلات التي ذكرت فيها الضريبه 20%، بده يروح لكل الشيت. ما هو انت مش عندك تيبل واحد. انا فهمتك غير، انا فهمت انه انت تقول لي حط ال 20% مباشره. بقول لك لا، هذا غلط، عند اهل المحاسبه بس مكان واحد يذكر فيه التاكس وكل الشيء تجيب منه عشان لما يتعدل على التاكس تتعدل تلقائيا المعادلات. فهمت قصدك، فهمت قصدك، فهمت قصدك. يعني انت بتقول لي توتال وبعدين هنا التوتال. ما بضرك اللي بريحك. ها هذه يا سيد عزيز بدناش نحسبها، بدنا نشيل خلاص هيك برضيك يعني عشان تعرف الفرق. وهنا يا سيد عزيز طلبوا زملائكم انه هون تنحسب وما بيضرش طبعا. هون مش راح استخدم الاقواس ضرب عشان اوريك انه نفس الناتج. او بدك التوتال مباشر، روح التوتال مباشره زي ما بدك. بتحبوا التوتال؟ خلاص التوتال، هاي التوتال ضرب اللي هو كم؟ طبعا غلط، لازم زائد التوتال مرة ثانية ضرب 20%. ها؟ يا اخوان يا شباب ليه؟ عشان تطلع ال 15 عشان يطلع الناتج صح. اما حبيبك لو انك شلت الدي 3 اقول لك لو انهم بحسبوها الضريبة هيك كان ضلك تدعي لهم من الصباح للمساء، لانه التوتال بصير اقل. انت طلعت 20%. طبعا يا شباب توسى شكلكم جدار على، لا تخافوش بعدين راح تتعود. على العموم يا شباب هذه المعادلة الصحيحة انك تحسب على المجموع. خلاص هيك اموركم تمام. اذا يا اخوان لا تنسوا رجاءا الدولار ساينز. نعم ليش؟ نعم قبل انت وين الخليه اللي بدك تثبتها قيمتها؟ ايش اسمها؟ ايش الريفرنس مالها؟ اتش 7. اذا قبل الاتش دولار ساين وقبل ال7 دولار ساين، يا اما بتوقف بتوقف عندهم كذا مثلا وبتضغط على اف 4 F4 على الكيبورد، شايفها فوق؟ شايفهم فوق الفانكشنال كيز F1 F2 F3 F4. جنب اسكيب. لا يا رجال انت عندك يا رجال هذا انا واقف، هذا F4 شايف F4 على الكيبورد، اضغط عليه طالع هو حطط لي الدولار ساين. طبعا يا شباب في حالات قد تحتاج الى انك تثبت العمود والصف يتحرك، وفي حالات قد تحتاج انك تحط الدولار ساين للصف والعمود يتحرك. اما انا كده ثبتت مين؟ الصف والعمود. تفضل. هنا جمعت
اقدر اخلي 2 ضرب دي 3 وثبت 2 لازم. نعم حبيب. 2 ضرب دي 3 ارجع المعادله صحيحه عشان تفضل. 2 ضرب دي 3 ضرب النسبه. يا اخي اذا ضربت النسبه اللي هي 20% دي 3 بيطلع عندك هذه نسبة الخصم، نسبة قديش دي يخصم. فأنت يا أخي بدنا نقعد نحسب لك قديش دي يخصم، تجي عملية طرح اعمل اللي بدك إياه، قول التوتال زائد آسف بدك تعمل عملية زيادة زائد اللي هو 20% اعمل اللي بدك إياه. يعني فهمت يعني مثلا بدكش تحسب هون الدين، بس هون قلنا التوتال وذ باكس تاكس وخلص. يا أخي اعمل اللي بدك إياه يا شباب، احنا مش مدرس هون هلا محاسبة، هاي سوريا. أنا بس بهمني إيش انه تفهم كيف عملية تحديد المعادلة. الان يا اخوان هذا اسمه الابسوليوت ريفرنس وما تنسى ابدا. نيجي الان على الفونكشنز. شباب خليكم معي في اخر الدقائق بدي امشي على الفونكشنز. لاحظوا يا اخوان انه الان اصبحت المفروض familiar with write the formulas، كتبت المعادلات بالسيل ريفرنس. في بعض زملائكم لما رجعنا للشيت الاولاني قالوا لي يا استاذ استرجع ذكرياته، فقال لي يا أستاذ والله في أسهل من ذلك. شو أسهل من ذلك؟ قال لي يا أستاذ أنا بدي أجمع العمل العلامات. طب يا أخوان خليك معي، عنده الرجال 7 مواد 8 مواد. معنى ذلك إنك بدك تروح على كل مادة نكتب المعادلة وتقول له والله بي 2 زائد سي 2 زائد دي 2 صح ولا لا زائد إيش اف 2 زائد، تخيل معي 7 8 معادلة. ففي عندنا شيء بسيط اوجدوه اللي هي الفانكشنز، الدوال الجاهزة اللي تساعدك على سرعة انجاز المعادلة. وصلت؟ وصلت. الان بقول لك انا ما في داعي استخدم الان، خليني اظهر اول شيء العمود المخفي هذا التوتال وامسح الافرج وامسح. الان بقول لي تخيل معي عندي 7 مواد، بقول يا اخي باستخدام الفانكشنز الدوال يساعدك على اجراء العمليه بشكل اسرع. الدوال في اكثر من اسلوب لاستخدامها، اما حفظا او استدعاء. اللي بيستخدم الاكسل كثير بحفظ الدوال زي السميشن اللي هو الجمع. شو اسم الداله؟ صم. لاحظ انت هنا يساوي لما تكتب اول حرف ها اس طالع، طلع لي هنا ايش؟ intelligence menu. هاي intelligence menu تتبع حرف حرف. ها وين الصم؟ حط يو، حط لك هاي صم subtotal substitute، هاي الصم. اول ما تختار صم بقول لك يلا اعطيني عناوين الخلايا، ومش شرط القيم. وين الخليه الاولى؟ هيها. الان في داعي تعطيه الثاني والثالث والرابع؟ لا، اذا كانت القيم متجاورات متلاصقات فقط اعطيه نقطة البداية ونقطة النهاية من الى. فانا الان حطيت له بي 2 نقطتين فوق بعض، نقطتين فوق بعض الى ايش؟ الى دي 2. شو معنى النقطتين فوق بعض الى؟ حطيت له اذا من هنا الى هنا. لاحظ لحاله ظلل اللي في الوسط. سكر القوس او اضغط انتر طلع لك الناتج. هذه المعادله، هذه الداله. اذا استخدام الداله سهل علي اكثر واكثر، لكن ليس معنى ذلك انه الداله بس استخدمها عشان من الى، لا 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 لا. ممكن ان استخدم الداله، ركز معي، هاي الداله بدي اعيدها كتابتها، يساوي واحد قال لي صم افتح قوس علامته في الفيزياء زائد علامته، ما في زائد، ما هي الصم اسمعناها جامع، معناته بدك تقول له و مش الى، و تعطي له علامات، تعطي له العلامات. احسنت. في الحالة ما بدك تستخدم الى، بدك تستخدم كوما، هذه فاصله ماشي، بعدين الماث فاصله، بعدين نعم لا بتشتغل، بس انا بورجيك انه الصم كفانكشن اكثر من، اما بكونوا متجاورات او متباعدات. افرض لسبب ما يا اخي بدي اجمع هنا، ايوه
أيوة يعني أنا رجال مثلا بدي أجمع زي ما تفضل زميلكم علامته للطالب إيه في مادة بس الفيزيك والكيمستري ما بدي الماث يعني الماث وال ما بديها بس بدي الكيمستري والفيزيك شو بدي يسوي بدي يحط يساوي صم وبدي يفتح قوس هاي علامته في الفيزيك فاصلة ماش إلى مش نقطتين لأنه راح يأخذ وهذه علامته في مين في الكيمستري لاحظ إنه ظل بس الاثنين أما في الوسط ما بدي أما إذا كانوا متجاورات تعطيه نقطة بداية ونقطة نهاية لاحظ أنت إذا الفانكشن سهل علي إحنا داخلين معنا حوالي 7 فانكشنز بس 7 و8 بسيطات بسيطات جدا وما في يا رجال أول ما تكتب أول حرف خلاص فلاحظوا اللي ما بدي يستخدمها مش حافظ صم بلاش تحفظ صم يا أخي تقدر تجيبها منين طالع في الأعلى في الإديتينج شايف الإديتينج حطوا لك الدوال الأكثر استخداما منها الصميشن لا مش بس هيك شوف ذكاء الإكسل أول ما تستدعي الدالة تلقائيا هو بيستنتج إيش بدك تجمع لكن مش معنى ذلك إنه استنتاجه دائما صحيح لاحظ إنه كتب لي هو الدالة لكن مرات استنتاجه زي ما راح يجينا غلط لازم أعدل هاي الصم ها صح للطالب إيه من بي 2 لدي 2 نعم اضغط وانت مطمن وعمم ريلاتيف تعالوا نحسب الأفرج الأفرج نكتبها والله صعبة هاي أفرج لا يا أخي ما تكتب هاي في دالة جاهزة من هنا وين عندك هاي أفرج لما تستدعي هنا بدك الأفرج وتستدعيها طالع ظلل بس تظليله صح ولا غلط لا شايف واستنتج لأنه دخل التوتال لا التوتال ما دخلت إذا بالماوس كذا بتمسكه ها وبتقول له للمؤشر لو سمحت تتحرك يلا نوصل لل لا لا بتحرك بس عشان المكتظة أو بتعدلها من هون المهم أنه بدل إي بتخليه دي بس هي كنت أوريك إياها باللاحظ هذا فهو بتحرك عندك طالع بتحرك زيادة أو نقصان بس ما قدرتش أمسكه بالماشي وهي إنتر إذا مرات هو بيستنتج و فلا تنسوا إخوان أستطيع كتابة الدالة نعم تستطيع كتابة الدالة يساوي أفرج ولاحظوا بساعدك على تذكر هذه أفرج وأكتب واحد بيقول والله إيدي بتتعبني يا أستاذ تتعبك إيدك وما استخدمتش الدالة فوق أيوة خلاص بالماوس شوف كيف بالماوس بدي أضغط على واحدة واحدة وأحط فاصلة تستطيع تضغط على واحدة واحدة وتحط فاصلة لا بس اسحبها مرة واحدة يعني بإمكانك تضغط على واحدة واحدة إذا بدك متباعدات إذا متباعدات بدك فاصلة إذا ورا بعض زي ما عملت بالماوس اضغط بس خلاص هو عبالك إياه واضغط أنت هذا إيش معدل الطالب مين اس اضحكت